عندي سد ما بسيبش فرصة لأي حد يمس حمى من ترابك. أنا اللي عمري ما يوم ضعفت عزمتي صخر وكتبت اسمي بكل فخر في كل صفحة من كتابك. يا برودك اللي بينا اشتد عودك واللي وجودنا من وجودك واقفين معاك بروح وقلب. احنا اللي بنلبي في وقت ما بتنادينا لو تحتاجينا بتلاقينا دايما هنا شرطة وشعب. ضحيت زمان وهضحي تاني ومستعد وتشد ريح الدنيا شاب صالب في طولي ما انحنيتش يفيك دمي وانت عارفة دمي حر والعرض لسه مستمر لسه الحكاية ما انتهتش. احنا جنودك اللي بينا اشتد عودك واللي وجودنا من وجودك واقفين معاك بروح وقلب. احنا اللي بنلبي في وقت ما بتنادينا لو تحتاجينا بتلاقينا دايما هنا شرطة وشعب. والكل عارف ان مصر طول عمرها اصل الحكايه شعب وقياده وشرطه احنا وكل فرد حبك علينا يا بلدي فرد وهنبقى جنبك للنهايه. يا برودك اللي بينا اشتد عودك واللي وجودنا من وجودك واقفين معاك بروح وقلب. اللي بنلبي في وقت ما بتنادينا لو تحتاجينا بتلاقينا دايما هنا شرطة وشعب. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر والكل عارف ان مصر طول عمرها اصل الحكاية شعب وقيادة وشرطة احنا وكل فرد حبك علينا بلدي فرد وهنبقى جنبك للنهاية. احنا جنودك اللي بينا اشتد عودك واللي وجودنا من وجودك واقفين معاك بروح وقلب. احنا اللي بنلبي في وقت ما بتنادينا لو تحتاجينا بتلاقينا دايما هنا شرطة وشعب. احنا جنودك اللي بينا اشتد عودك واللي وجودنا من وجودك واقفين معاك بروح وقلب. احنا اللي بنلبي في وقت ما بتنادينا لو تحتاجينا بتلاقينا دايما هنا شرطة. احنا يا بلدي جنودك اللي بينا اشتد عودك. اغنيه الحقيقه جميله، وطبعا برحب بحضراتكم، اهلا بيكم حلقه جديده من 90 جديده، اهلا بكل اللي بيتابعنا وبيشوفنا في مصر الوطن العربي. وكان حلو ان احنا نبدا بالاغنيه دي. خليني ارحب بيك عبد الرحمن الاول، اهلا بيك منورنا وحشتني من الاسبوع اللي فات. وانت اكتر والله. كنت بتقول لي واحنا بنتفرج ان انت اتفرجت على المسرحيه امبارح او شفت العرض. المسرحيه كانت اجمل بقى من كده، اجمل. هنعرض جزء منها كمان النهارده. بس انت عجبك العرض ده صح؟ اه، وكمان ان هو الشو بيدي فكره ابطال مصر. اه يعني اثبتوا اللي هم الناس اللي هم اللي دمروا مبنى كده مش عارف جايين يحتلوا في اسماعيليه. ايوه مظبوط. فكانوا بيحاولوا يحتلوا اسماعيليه، ففعلا قدروا يثبتوا الناس دول ان احنا نتغلب عليكم ونتغلب على اي حد ممكن يجي. بس كان الثمن كبير، اكتر من 50 شهيد وعشرات المصابين، لكن كلهم دخلوا التاريخ واستحق هذا اليوم، يوم 25 يناير، حينما وقف ضباطنا وجنودنا البواسل يدافعوا عن مبنى الإسماعيلية ورفضوا يسلموا سلاحهم رغم الحقيقة عدم التكافؤ. أن القوات الإنجليزية طبعا كان معها مدافع ومعها أكثر من 7000 جندي حصر مبنى المحافظة، في حين كانت قوات الشرطة بعض المئات وبمساعدة أيضا الفدائيين وسطروا ملحمة سواء في الدفاع عن مبنى المحافظة في الإسماعيلية أو بمساعدة الفدائيين على طول خط القناة. عشان كده كان استهدافهم لوقف هجمات الفدائيين في طبعا قواعد الإنجليز في قناة السويس. ومن هنا كان يوم طبعا احتفلنا ب 25 يناير. كان الأجمل كمان عندك إن هو إيه، كان بيقولوا أنت ما كنتش بتهاجمني بجيشي لوحدي، أنت كنت بتهاجم بشعب مصر العظيم. جميل جدا طبعا. طبعا عشان كده الأغنية معبرة، إحنا جنودك اللي بينا اشتد عودك، مش بس الشرطة ولكن كل الناس اللي ساهمت طوال
خلينا نقول 7-8 سنوات اللي فاتت عشان يبقى في قواعد للجمهورية الجديدة. ولو لم تكن تتحقق قواعد الجمهورية الجديدة زي ما قال الرئيس السيسي قبل كده بدون أو نشوف هذه الإنجازات والمشروعات الكبيرة بدون ما يكون فيها حالة من الاستقرار اللي بيتمتع بها الوطن، طبعا دفع ثمنها غالي طبعا من دماء أبنائنا سواء في القوات المسلحة أو في الشرطة المصرية رحمة الله عليهم، كل من فقد طبعا حياته طبعا نحسبهم شهداء، بل في أعلى مراتب الشهداء إن شاء الله مع الصديقين والشهداء في جنات النعيم بإذن الله. فإحنا طبعا بنحتفل مع حضراتكم النهاردة بذكرى 25 يناير طبعا ثورة يناير، وأيضا عيد الشرطة يوم تم إعلان يوم الخميس اللي جاي هيكون أجازة رسمي بمناسبة عيد الشرطة وعيد ثورة يناير عشان يبقى يوم الخميس بالضبط. عيد يعتبر من أهم الأعياد بالتأكيد طبعا أكيد. ولازم نتوقف عند كمان رقم مهم السنة دي، هو 70 سنة على عيد الشرطة، يعني تقترب ما يسمى اليوبيل الماسي. فطبعا كل التحية وكل التقدير لكل رجال القوى شرطتنا الباسلة، ولكل واحد الحقيقة بايت في هذا البلد بيحرس أمنها. وطبعا دايما بنقول إيه، عينين لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. فربنا يجازيهم خيرا عما فعلوه في هذا الوطن. وطبعا كل تضحية تم تقديمها هي عنوان فخر لنا جميعا. قول لي يا بودي عايز تقول ايه بقى؟ خليني بس ترحب بالناس، اقول مساء الخير عليكم، مساء الخير على كل المشاهدين 90 دقيقة وكل مصر، شعب مصر العظيم وجيشها وبشرط عيد الشرطة. بنقول لهم كل سنة هم طيبين ويا رب دايما في خير وسعادة. وزي ما قال سيادة الرئيس، البلد ديت اللي حميها ربنا فعلا، وبفضل ربنا ثم بفضل شهداء وأبطال بنحتفل بكل مناسبتنا وإنجازاتنا اللي بتحصل في بلدنا في أمن وأمان، وبتعدي مشاكلنا وإحنا بنواجه تحديات وحاجات كتيرة جدا بتمر بلدنا فيها، بس جيشنا العظيم قدر يتغلب على ده، وكمان قدر يتغلب على الصعب. النهاردة بنحتفل بعيد الشرطة وإحنا منتصرين على الإرهاب، وكمان لأول مرة وإحنا من سنين جدا بنحتفل بعيد الشرطة في من غير حالة الطوارئ، في ظل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء حالة الطوارئ في كل البلاد. كمان اللي هو من أهم القرارات التاريخية اللي أعلنها سيادة الرئيس بالتأكيد، ديت كانت من أيام 25 أكتوبر في العام الماضي بالتأكيد، كان أهم القرار طبعا. احنا بنحتفل السنة دي بدون قانون الطوارئ، وده ليه دلالات كبيرة إنه قواتنا وقدراتنا الأمنية أصبحت كبيرة وقادرة على حفظ أمن الوطن واستقراره، ده غير ان احنا تقريبا خلاص يعني بشكل كبير ويمكن حاسم انتصرنا في معركتنا ضد الارهاب بشكل كبير. الواحد يقدر يلحظ ده من خلال طبعا كل بوادر الاستقرار اللي بدات تظهر في قطاعات مختلفه في الدوله، وحتى في اماكن اللي كان بيحصل فيها عمليات. طبعا تراجع كبير في العمليات الارهابيه، مزيد من السيطره الامنيه، ومزيد ايضا من الدور المختلف اللي بتقوم بيه قوات الشرطه السنة دي، ويمكن هنجيله في مرحلة لاحقة طبعا، غير الدور العقابي، لكن أصبح كمان هناك دور إنساني واضح وإعادة تأهيل بشكل كبير جدا زي ما هنشوف مع حضراتكم كمان طوال حلقاتنا فيما يتعلق بالسجون وغيرها أيضا من استراتيجيات حقوق الإنسان اللي بدأ اتباعها بشكل ملحوظ وأيضا فعال مؤخرا. إحنا اتفرجنا يمكن من شوية أنا وأنت عبد الرحمن على الأغنية، الأغنية كانت حلوة جدا إحنا جنودك جميلة، لكن عايزين نقول لكم ده ضمن يعني كانت حاجه ضمن 5 أعمال فنية بنحتفل بيها ب70 سنه على تضحيات شرطتنا البواسل، ما بين اغنيه ومسرحيه، وهيكون في فيلم قصير كمان عملته وزاره الداخليه للاحتفال بعيد الشرطه. وخلينا اقول لكم انه يمكن اهم ما قاله الرئيس السيسي يوم 25 اكتوبر في 2021 في ختام تدوينه، قال فيها ايه؟ مع النمض بثبات نحو الجمهوريه الجديدة، كدلالة أيضا على حالة الاستقرار اللي بدأنا نعيشها بشكل كبير جدا، وحالة أيضا الأمن اللي احنا بنشعر به الآن بشكل واضح. خلونا نشوف مع حضراتكم بعض من مسرحية احنا جنودك ضمن الأعمال الفنية اللي دشنتها وزارة الداخلية للاحتفال
بالعيد السبعين هنتابعها تاني. ودي اتفرجت عليها كامل، انا شفت بقى اشوف معاك اجزاء تاني. قبل ما اروح بس انا بكرر اللي انا اقوله، كل سنه كل سنه والجيش شرطه مصر وشعبها العظيم بألف خير، ودايما يا رب حمينا وهم اللي حافظين مصر. بالتاكيد مصر. تعالوا نتابع محاضرتكم جزء من مصر حي. جدو جدو ازيك يا حبيبي؟ انت وحشني قوي قوي قوي. انت بتقرا ايه؟ كنت بقرا قصص الابطال. الابطال دول بيعملوا ايه علشان يبقوا ابطال؟ بيطيروا وبيضربوا وبيحرقوا. ايه ده ايه ده؟ دي حاجه تخوف قوي. ليه يا جدو؟ عشان الابطال اللي بجد امال للناس. الابطال اللي بجد ما بيطروش، بيبقوا واقفين ثابتين على الارض. هما الابطال دول تلاقيهم حدوته برضه؟ والحواديت شايف النتيجة دي؟ عارف التاريخ ده؟ 25 يناير حكاية الأبطال الحقيقيين اللي وقفوا جنب بعض ومسكوا ايدين بعض فبقوا سد منيع محدش يقدر يعديه ولا يجده. زمان يوم 25 يناير سنة 1952 في محافظة الإسماعيلية، وكان المحتل سايق في كفروته. هاني وشك اترك الأطفال، هاني وشك اترك الأطفال. توقف أنت، ماذا تريد؟ ألست تاجر المؤونة؟ لما لم ترسل مؤونة معسكر؟ إنني لا أطعم المحتل وإن قضيت العمر خلف أسوار السجون. أصمت. وأنت هناك كيف تعلمين تلاميذك تلك الأغاني المغرضة؟ إنا نغني للوطن، نولد نغني للوطن، ونموت ونحن نغني للوطن. يا حسام. نعم أستاذتي. فلتغني ما تعلمت اليوم. أنا المصري كريم العنصرين، بنيت المجد بين الهرمين، جدودي أنشأوا العلم العجيب، ومجرى النيل في الوادي الخصيب. صدق! أوقف الصغيرة هنا، احضرها هنا. أين تذهبين؟ دعني وشأني، دعني وشأني. دعها تذهب يا خواجة. أبي مريض، كنت أشتري له الدواء. كاذبة. صدقها، إني أداوي أباه وقد طلبت منها الدواء. تكذبين. اتركها، أليس في قلبك رحمة؟ والدواء في هذه الزجاجة؟ أجل دواء، دعها تمر. دواء؟ إذن فلتشربيه، اشربيه. فاطمة! فاطمة! فلتتوقفي! حمزة! لما ظهرته؟ حمزة! سيد الفدائيين وإخوته! هكذا يكون الانتصار! تمسك الطعم فتظهر الفئران! إن كلمة الفئران تطلق على من يفرون حين يسمعون تلقة رصاص واحدة! إننا نهاب الموت! نفدي أهلنا! الفأر هو من يهدد النساء والأطفال والعجائز! اقبضوا عليهم جميعاً! لا تستطيع. من تكون؟ ضابط من أهل مصر. هل تعرفهم؟ أيهم يخصك؟ جميعهم. تلك جارتي، وهذا أبي، وهذا أخي، وهذه أختي، وتلك ابنة خالتي. أما الصغار فإخوتي. كلهم جزء من عائلتك؟ كل شعب مصر جزء من دمي. هن سيدات مصر وشرفها، هن يشبهن الوطن، لا تدنسه أبداً يد الغزاة. أنت تدافع عنهم إذن ونمرت بقتلهم؟ تمس شعرة من أي مصري هنا تصبح روحي وأرواح رجالي ثمناً ضئيلاً من أجل سلامتي. فلتكن روحك إذن ثمناً لهم. وإذا مسست لن تنام الليل يوماً آمناً. فاحذر أن تمسه. إننا جميعاً نفدي بعضنا. نحن دم واحد وجسد واحد ويد واحدة. ويد واحدة هو يحمينا ونحن نحميه. نفدي.
نفديه بأرواحنا. فإذا مسست مصريا هنا فقد عاديتنا جميعا. أبطال، أنتم جميعا أبطال. إذن فالوصول إليهم لن يكون إلا من خلالك، والوصول إليك لن يكون إلا من خلالهم. إنا أقسمنا أن نحمي الوطن أرضا وناسا. أنت تتحدى إذن جنود. وبعدين يا جدو عمل لهم إيه؟ قال يفرقه، يمكن يضعفه. لف للظابط وقال له سأمنحك فرصة أخيرة، اصعد أنت ورجالك إلى هذا المبنى وانزع قطعة القماش أعلاه، ثم اسحب رجالك إلى محطة القطار ولترحلوا إلى القاهرة. لا ترحل، إن تركتنا قتلوا الرجال بل سيقتلنا جميعاً. أنتظر ردك، فرصتك الأخيرة للحياة أنت ورجالك. في الرفض دمرنا المدينة بأكملها، وإن قبلت الرحيل أصبحوا جميعاً في أمان. قطعة القماش التي تتحدث عنها هي علم مصر، لا يقدر مخلوق أن ينزعه من أرضها وإن كنت أنت. وهذا القطار يستطيع أن يصحبك أنت ورجالك خارج أرض مصر. لن تغادر إذن. الضابط المصري لا يغادر موقعه، بل يموت حتى يحمي أرض مصر وشعبها. يا جنود، فلنستعد للهجوم وبكل الأسلحة الثقيلة الحارقة. دكوا هذا المبنى على رجاله. الليلة نمحو قوة الشرطة من الوجود. يا رجال، الليلة نقدم أرواحنا فداء لشعب مصر. حاصر المحافظة طول الليل وفضل يضربها بكل أسلحته التقيلة. وبعدين يا جدو؟ الضباط المصريين والجنود كانوا متحصرين وما معهمش إلا سلاح بسيط، ومع ذلك قدروا يصيبوا عشرات من جنود جيش الاحتلال. وإحنا قبل الفجر كانت الذخيرة خلصت والمبنى كله بيتحرق، وخرج البطل وبقية الجنود من المبنى وقتلهم المحتل. بالعكس، زاد احترامه للبطل المصري اللي صمد بسلاحه البسيط قدام سلاح أقوى الجيوش علشان يدافع عن ناسه وأهله. أوقفنا النيران بعد أن كبتنا العشرات من جنودنا وقادة فرقنا. كيف صمدتم كل هذا الوقت أمام ترساناتنا الحربية العظيمة بأسلحتك البدائية وعدد رجالك الضئيل؟ أما عن الصمود فهو عقيدة المصريين، وأما عن الثبات والرجولة فهي ما تعلمناه في كلية البوليس. وأما أسلحتنا البدائية فكبرت وعظمت لأن ذخيرتها الإيمان وحب الوطن. أجبتني على جميع الأسئلة إلا واحدا، عدد رجالك. كل شعب مصر رجالا ونساء وأطفالا هم رجالي. لم تكن تواجهني وحدي، بل كنت تواجه شعب مصر العظيم. جنود سيدي، فلنؤدي التحية لمن استحق. زي ما شفت حضراتكم كده، اللي كان بيروي قصة اللي رحمة الله عليه أستاذ أحمد خليل، ربنا يرحمه طبعا. عليه طبعا كان بيقول لأن جيش مصر وشعبها يعتبر يقدر يقابل أي عدو ونتغلب عليه. فبنكرر من جديد حفلة فرحتنا، وبنأكد على إنجازات واحدة، وبنحتفل بالذكرى 70 لعيد الشرطة، وإحنا دولة بلا يعني بلا طوارئ. بلا طوارئ وبدون إجراءات استثنائية. الكل فيها بيتمتع بحقوقه، بيؤدي واجباته تحت مظلله من القانون. وكمان مش بس كده، ده كمان في بيشهد طفره غير مسبوقه
في الخدمات المتوفرة الأمنية، وكمان في خدمات المرور بيتم الاستعانة بأحدث التكنولوجيا لخدمة الشعب المصري. بالتأكيد يا عبد الرحمن، مش بس كده الحقيقة، لكن احنا يمكن أشرنا أنه وزارة الداخلية بكل قطاعاتها وأجهزتها دلوقتي بتشهد تطوير كبير وغير مسموق على سبيل طبعا اقتناء كل ما هو حديث وتكنولوجي بيسهل تقديم الخدمات المختلفة أو استدادها إلى ظهير تشريعي وفكري وإطار عمل دلوقتي بيراعي أبعاد حقوق الإنسان بشكل كبير، زي ما شفنا في السجون وتطور اللي حصل في مراكز الإيواء والرعاية ومراكز التدريب والتأهيل وتطوير الدور العقابي أو من خلال طبعا الدور المجتمعي تتوسع فيه أجهزة الشرطة مؤخرا، سواء حملات كلنا واحد أو غيرها من الحملات اللي بتهدف أيضا لمساعدة المواطن في حياته اليومية. فكلها مشاهد مختلفة من أداء قوات الشرطة لازم نتوقف عنده، وفي النهاية يعني تحت كل هذا الضغط والمجهود الكبير خلينا نقول إنه إحنا 70 سنة من التضحيات وما زالت مستمرة. ربنا طبعا يحميهم، ونقول دايما هم رجالتنا، ربنا يكتب لهم السلامة دائما ويظلوا أيضا مصدر فخر لنا جميعا. خلونا نروح نسوب حضراتكم بقى مع فيلم كمان آخر من الإنتاجات الحديثة، وهو فيلم حماية وطن، ونرجع بعد كده نستكمل مع حضراتكم بقية أخبارنا وفقراتنا. خليكم معنا. وصول الهدف للكمين. تمام يا فندم. خلال شهور بسيطة ضبطنا أكثر من قضية سلاح في نطاق جغرافي واحد، فشكلنا مجموعة عمل لفحص المنطقة بالكامل لحد ما تأكدنا إن في تشكيل عصابي بيروج لسلاح مهرب. رصدين بعض خطوط التهريب ومحاولة دخول السلاح لداخل البلاد، وتقرير معاملنا الجنائية للأسلحة المضبوطة أكدت معلوماتنا إن نوعية الأسلحة اللي تم ضبطها شبه تماما مع الأسلحة اللي سبق ضبطها مع بعض العناصر الإرهابية في الفترة الأخيرة، خاصة أن بعضها صناعة محلية بيتم تصنيعها بطريقة احترافية ومتقنة على غير العادة. بالمقارنة والبحث اتأكدنا أنها خرجت من نفس النطاق الجغرافي. خيوط القضية بدأت تتربط، في تشكيل عصابي بيتاجر في الأسلحة المهربة وبيصنع وبيبيع بدون تمييز، يعني أي حد بيدفع حتى لو إرهابي بيحصل على كمية السلاح اللي بيطلبها. اللي أكد لنا المعلومات مساعدة مواطنين شرفاء عايشين قرب جزيرة غير مأهولة بالسكان، لاحظوا فيها تحركات مريبة، والتحريات أكدت أن المنطقة ضمن النطاق الجغرافي اللي شغالين عليه. بعد المعاينة حددنا الأهداف الرئيسية للعملية. ورشة تصنيع للسلاح على الجزيرة بتحميها دشمة ارتفاع دوري لها نطاق رؤية بيكشف 360 درجة. في الشمال رصدنا نقطة تفتيش مراقبة في مركب وسط زراعات، ونقطة مراقبة تانية داخل كتل خرسانية بتخفي التشكيل العصابي. كل النقط دي محاطة بالزراعات من كل جانب، تحدي كبير قدام قواتنا. ده غير بيتين بيتمركز فيهم رؤوس التشكيل العصابي جوه القرية. تم توجيه مجموعة استطلاع وتحري، واستخدمنا ضابطات من الشرطة النسائية مدربات على التنكر والتعامل، ساعدونا في معاينة المكان. قوات المعاينة جهزت مقر ورا نقطة المراقبة الشرعية مزود بكل وسائل الرصد والمتابعة. موقع العملية أصبح 24 ساعة تحت السيطرة الكاملة. ولأننا دايما جاهزين لأي مواجهة كان لازم نتدرب في طبيعة مشابهة لطبيعة العملية.
هتبدأ بتسلل قوات الأمن المركزي خلف نقطة المراقبة الشرقية لإسكات حراسة التشكيل العصابي. بعد التنفيذ هنبدأ اقتحام الجزيرة من النهر عن طريق 2 زودياك مزودين بكاتم صوت عليهم القوات متأمنين من القناصة. بعد التمكن من شل حركة أفراد التشكيل والسيطرة على ورشة تصنيع السلاح والدشمة هنبدأ اقتحام المنطقة السكنية، وبعد السيطرة قوات الهجوم والدعم هتتقدم. كل التأمين والتخطيط ده كان ضروري علشان نخفف من حجم المواجهة وقت الاقتحام. بعد السيطرة على مخزن السلاح بدأ إنزال القوات على المنطقة السكنية من ناحية النيل. الحصار الأرضي تمام تسكين. تمام تسكين. قوات الحصار تتقدم. العصابي في القرية فوجئنا بباب مدرع فاضطرينا ننفذ الخطة البديلة. تمام تسكين قوات الحصار. قوات الدعم تتحرك. المسطحات من النيل بدأ إطلاق النار من جوه الزرعة. طلبات الورشة في تحركات في الهيش من اتجاه الساعة 2 لاتجاه الساعة 5. في تعامل شديد على موجات الورشة اتجاه الساعة 2. تمام، تم التعامل مع الهدف.
المشاركة في العملية. جزيل الشكر. ربنا يحميكم يا رجال. مساء الخير واهلا بحضراتكم مرة تانية. ويمكن هنروح دلوقتي مع حضراتكم انا وعبد الرحمن لاهم اخبارنا النهارده، وطبعا هنتابع معاكم طوال الحلقه ايضا احتفالنا باعياد الشرطه. لكن المره دي هنبدا معاكم من اخبار رئاسه الجمهوريه. النهارده اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائيه والري، والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجاره الداخليه، والدكتور السيد القصي وزير الزراعه واستصلاح الأراضي، والأستاذة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة. في تصريحات أيضا لسيادة السفير بسام مرادي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قال بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لعدد المشروعات القومية في قطاع الأمن الغذائي والزراعة على مستوى الجمهورية. كمان طلع السيد الرئيس في هذا الإطار على موقف التنفيذي لمجمع الصناعات الغذائية قها وإدفينا، واللي بيقع في مدينة السادات وعلى مساحة كبيرة بتصل 120 فدان وبتكلفة استثمارية تقريبا هتصل ل 5,500,000,000 جنيه، ده بالمشاركة مع الشركات القابضة للصناعات الغذائية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية. وهيتم ضم المجمع اللي بيضم أصلا 9 مصانع للمعلبات والمجمدات الغذائية بكافة أنواعها، يتم طبعا في مجمع صناعي كبير. كمان وجه السيد الرئيس بضغط الجدول الزمني لتنفيذ المشروع ووضع خطة متكاملة لتشغيل خطوط الإنتاج وفقا لأحدث النظم والمعايير والمواصفات العالمية في التصنيع الغذائي عشان كمان نقدر نلبي الحاجات المحلية. خلونا نفهم تفاصيل أكتر يا عبد الرحمن من خلال هذا التقرير. إيه
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في قطاع الأمن الغذائي والزراعة على مستوى الجمهورية. وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي لمجمع الصناعات الغذائية قها وإدفينا، والذي يقع بمدينة السادات على مساحة 120 فدانا وبتكلفة استثمارية حوالي 5.5 مليار جنيه، وذلك بالمشاركة بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حيث سيضم المجمع 9 مصانع للمعلبات والمجمدات الغذائية بكافة أنواعها المختلفة. وقد وجه السيد الرئيس بضغط الجدول الزمني لتنفيذ المشروع ووضع خطة متكاملة لتشغيل خطوط إنتاجه وفقا لأحدث النظم والمعايير والمواصفات العالمية للتصنيع الغذائي، بما يؤهله لتلبية الاحتياجات المحلية وكذلك التصدير، أخذا في الاعتبار النقلة النوعية الضخمة التي سيمثلها هذا المشروع لاستكمال مدينة الصناعات الغذائية بمدينة السادات، والتي تضم سلسلة مصانع غذائية من ضمنها مجمع صناعات سايلو فودز. كما شهد الاجتماع عرض موقف زراعات الزيتون في مصر بما فيها الانتاج الكلي وحجم التصدير على مدار السنوات الماضية، فضلا عن أهم الأصناف المنزرعة في مصر وتوزيعها الجغرافي على مستوى المحافظات، وكذا محاور الرؤية المستقبلية للنهوض بزراعة الزيتون وزيادة صادراته. وقد وجه السيد الرئيس بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية للتوسع في المساحات المنزرعة، إلى جانب تعزيز التصنيع والتسويق لزيادة القيمة المضافة من إنتاج الزيتون على المستوى المحلي، وذلك لتعظيم الاستفادة من المقومات المتعددة التي تمتلكها مصر في هذا الإطار. كما تم استعراض المشروع القومي للتحول لزراعة قصب السكر بالشتل بهدف تحديث طرق زراعته باستخدام تقنيات إنتاج شتلات القصب للتغلب على مشاكل الزراعة التقليدية، وذلك من خلال ترشيد استخدام الأسمدة والبذور وسهولة استخدام نظم الري الحديثة لترشيد استخدام المياه وتيسير تطبيقات الميكنة في الزراعة لتقليل تكاليف الإنتاج والحد من الفاقد الناتج من الحصاد، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية الفدانية من ناحية الكم والنوع. وقد وجه السيد الرئيس بتوفير كافة المتطلبات اللازمة للتوسع في زراعة القصب بالشتل، خاصة ما يتعلق بإنتاج البذور المعتمدة اللازمة، إلى جانب تطبيق أساليب الري الحديث في المساحات المنزرعة بالشتل، وذلك بالتوازي مع تكثيف حملات التوعية لتعريف المزارعين بالمزايا الناتجة عن تطبيق تقنية الزراعة بالشتل والمتمثلة في زيادة الإنتاج والجودة وتوفير التكاليف، وهو الأمر الذي سيكون له مردود مباشر على زيادة دخل المزارعين وتحسين مستواهم المعيشي. كما اطلع السيد الرئيس على أهم محاور الرؤية المستقبلية لتنمية قطاع الثروة السمكية في البحيرات المصرية على مستوى الجمهورية، سواء من خلال المصايد الطبيعية أو عن طريق الاستزراع السمكي، موجها سيادته بتوفير كافة الإمكانات اللازمة لتعزيز منظومة تنمية الثروة السمكية بهدف تعظيم المخزون السمكي في مصر، خاصة عن طريق الالتزام بفترات وقف صيد الأسماك وقت تفريخها، إلى جانب إحكام الرقابة ومنع طرق الصيد المخالفة، بالإضافة إلى تزويد البحيرات بالزريعة السمكية المطلوبة للإنتاج. كمان هروح معاكم لملف آخر، وفي إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات كمان مع القوات المسلحة يا عبد الرحمن للدول الشقيقة والصديقة، نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريب بحري عابر بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وده باشتراك الفرقاطة المصرية بورسعيد مع الفرقاطة الفرنسية لبروفنس، حيث بدأت فعاليات التدريب بعقد مؤتمر ما قبل الإبحار بغرض تنسيق الأنشطة
اللي هيتم ايضا تنفيذها، وكمان تعارف القوات المشتركه لكلا الجانبين. التدريب ده اللي احنا بنشوف صور محرك، وكمان اشتمل على مجموعه من الانشطه القتاليه البحريه واللي بتتمثل ايضا في التدريب على تنفيذ عمليات مشتركه لصد الهجوم سواء الجوي او البري، وتنفيذ كمان تمرينات لتشكيلات الابحار المختلفه، وتمارين كمان المواصلات الليليه والتصوير والدفاع ضد التهديدات غير النمطيه، وايضا تمرينات على الحرب الالكترونيه والامدادات بالبحر. كمان التدريب ده هو تاني واحد من نوعه مع البحريه الفرنسيه في فتره زمنيه وجيزه، وده طبعا بيساهم بشكل كبير جدا في تبادل الخبرات المشتركه مع الجانب الفرنسي، والاستفاده ايضا من القدرات الثنائيه في تحقيق مصالح مشتركه لكلا البلدين، وتعزيز التعاون العسكري ما بين القوات البحريه المصريه والفرنسيه. ده تدريب مصري فرنسي مشترك، مش ده التدريب الوحيد اللي عندنا صح؟ ايوه بالظبط. يعني انت عندك على فكره ان انت ما بيحصلش بتاع في مصر بس بضرب التدريب العسكري. احنا عندنا مثلا نروح نشترك مع دوله كذا عشان نزود قوه جيشنا. بالظبط بالظبط. عندك بقى خبر تاني انت كمان متعلق بالموضوع. يعني كمان النهارده في اختتم فعاليات التدريب المصري في السعودي للمشترك تبوك 5، والذي شاركت في تنفيذه عناصر من المشاة والمدرعات والقوات الخاصة لكلا البلدين. وذلك كمان أجرت فعاليات بالمملكة العربية السعودية خلال الأيام الماضية. كان في السعودية التدريب ده. ويأتي ضمن الخطة التدريبية المشتركة للقوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين بهدف توحيد للمفاهيم العسكرية وكتبادل الخبرات والتدريبات. بالظبط كده. نروح نشوف بقى تقرير. نشوف تقرير عن تأكيد عن الخبر. تأكيد على الخبر. نشوف تقرير عن التدريب المشترك المصري السعودي تبوك 5. اختتمت فعاليات التدريب المصري السعودي المشترك تبوك 5، والذي شاركت في تنفيذه عناصر من المشاة والمدرعات والقوات الخاصة لكلا البلدين، والذي جرت فعالياته بالمملكة العربية السعودية خلال الأيام الماضية. ويأتي ضمن خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين بهدف توحيد المفاهيم العسكرية وتبادل الخبرات التدريبية. بدأت المرحلة الختامية بعرض التوجيه الطبوغرافي والتكتيكي لمنطقة التنفيذ، والتي تتضمن عملية اقتحام وتطهير قرية حدودية تم الاستيلاء عليها بواسطة العناصر الإرهابية. وشملت المرحلة تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية، حيث قامت عناصر المظلات بالقفز الحر خلف خطوط العدو لتدقيق المعلومات وقطع طرق الإمداد. ونفذت عناصر المشاة الميكانيكي والعناصر المدرعة الحصار الخارجي للقرية، وقامت القوات الخاصة لكلا البلدين بتنفيذ الاقتحام العمودي وتطهير القرية وتحرير الرهائن، كما تم الدفع بعناصر التأمين الطبي والإداري لإعادة الحياة لطبيعتها. أعقبه اصطفاف لعناصر من القوات المشاركة في التدريب وعزف السلام الوطني لكلا البلدين. وأشاد قائد المنطقة الشمالية الغربية السعودية بالمستوى المتميز والجهد المبذول خلال مراحل التدريب وقدرتهم على تنفيذ المهام المطلوبة بكفاءة ودقة عالية، موجها الشكر لجميع العناصر المشاركة في التدريب. وألقى قائد القوة المصرية المشاركة في التدريب كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مؤكدا على أن خروج التدريب بالمظهر المشرف والمستوى اللائق هو نتاج للجهد المتواصل والتدريب المستمر على مدار الأيام الماضية، مما يؤكد قدرة القوات على تنفيذ عمل جماعي مشترك بدقة وكفاءة عالية.
حضر المرحلة الختامية رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة المصرية وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين. بحركه مرة تانية. طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عام 2022 هو عام منظمات المجتمع المدني والأهلي في مصر، وبناء عليه النهاردة مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومد فترة توفيق هذه الأوضاع للمنظمات لفترة تقريبا هتكون عام ينتهي فيه 11 يناير 2023. كمان أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه 32 ألف جمعية ومؤسسة أهلية قد انتهت بالفعل من إجراءات التسجيل الإلكتروني لتوفيق أوضاعها، ومنهم 28 ألف طلب كان كامل المستندات، مع التوقع أنه في الفترة المقبلة هيكون في توفيق لكثير من أوضاع منظمات المجتمع المدني والأهلي، وهتشهد كمان تسجيل المزيد من منظمات المجتمع المدني الناشئة أو اللي بتتمتع بمشاركة شبابية واسعة. هيكون معنا دلوقتي الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعي. أهلا بيك يا فندم، منورنا. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم المشاهدين. أهلا، يعني عايزين نستفهم من حضرتك لو توضح لنا يعني إيه توفيق الأوضاع لمنظمات المجتمع الأهلي، وإيه الأمور اللي هي أو المجالات اللي بتستدعي فيها فكرة التوفيق حتى يتم تسجيلها. طبعا بداية مع صدور القانون 149 سنة 2019 في أغسطس عام 2019، ده قانون منظم العمل الأهلي داخل جمهورية مصر العربية، بيقتضي طبعا بعد صدور اللائحة التنفيذية من القانون في 11 يناير 2021، بيقتضي لكل الجمعيات والمؤسسات اللي بتمارس العمل الأهلي أنها توفق أوضاعها وفقا لأحكام القانون. توفيق الأوضاع ده عبارة عن تعديل لوائح النظام الأساسي لكافة الجمعيات والمؤسسات بما يتوافق مع احكام القانون الجديد. بناء عليه اللائحه التنفيذيه والقانون اعطت مهله سنه، السنه دي انتهت في 11 يناير 2022. وزاره التضامن الاجتماعي طبعا احنا بنتكلم في منظومه الكترونيه جديده بتحصر كل الطلبات الخاصه بمؤسسات المجتمع الاهلي اللي وفرت اوضاعها، لقينا ان عدد اللي تقدموا بطلبات لتوفير الاوضاع 32000 جمعيه، ولقينا اللي استوفوا وراهم حوالي 28000 جمعيه منهم. فبالتالي عرضنا لمجلس الوزراء مشروع بتعديل احكام الماده 2 من القانون للجمعيات، بحيث ان احنا نسمح بمهله اضافيه اخرى للجمعيات لتوفيق اوضاعها، خاصه في اسباب لذلك. اولا السبب الاولاني كل طبعا العالم بيمر بجائحه كورونا، وتوفير الاوضاع بيقتضي عقد اجتماعات للجمعيه العموميه للموافقه على اللائحه الجديده لكل جمعيه، فبالتالي التجمعات كانت فيها مشكله طوال هذا العام فيما يخص الجمعيات الكبيره، خاصه اللي عندها عدد اعضاء بيفوق، في بعض الجمعيات بيفوق الالوفات من اعضاء، فبالتالي النظام القانوني يجب ان يتوفر، فاخرت عدد من الجمعيات. كذلك الوزاره بتتحول للتحول الرقمي من خلال انشاء منظومه الكترونيه جديده للجمعيات هتشمل كافه خدمات الجمعيات الاهليه، اولا تسجيل الجمعيات الجديده، توفير الاوضاع، كذلك حصر كافه انشطه الجمعيات والميزانيات والتبرعات، كل ده امور هيتم تنظيمها من خلال بوابه الكترونيه ومنظومه الكترونيه جديده للعمل الاهلي. طبعا اي نظام جديد بيقتضي فتره لتدريب وتاهيل القائمين عليه سواء من الجهه الاداريه او مؤسسات المجتمع الاهلي، دي كلها امور ادت الى طلب وزاره التضامن الاجتماعي من مجلس الوزراء مد فتره توفيق الاوضاع. بالفعل مجلس الوزراء استجاب وصدر قرار بمشروع قانون بتعديل المده، وتم منح مهله سنه كذلك استنادا على طبعا قرار السيد الرئيس باعتبار عام 2022 عام المجتمع المدني، فلازم كل مؤسسات الدوله تتكاتف من اجل منح مزيد من الحريات ومزيد من الوقت لمؤسسات المجتمع المدني حتى تتمكن من توفيق اوضاعها وحتى تكون شريك اساسي مع الحكومه المصريه تحقيق اهداف التنميه المستدامه. جميل جدا. طيب معايا زميلي وشريك عبد الرحمن عرام، عايز اسال حضرتك سؤال ايضا يا فندم. خلينا بس نسال من حضرتك، اكيد فعلا من واضح من كلام حضرتك ان كان في مساعدات كتيره لتنفيذ ده،
بس خلينا نعرف من حضرتك اللي هو عدد المنظمات العامله في مصر قد ايه ممكن؟ عدد المنظمات الاهليه العامله في مصر 22600 جمعيه، 52600 جمعيه بتعمل في مصر سواء في شكل جمعيه او مؤسسه او اتحاد. اللي وفى اوضاعه وقدم طلب 32000. عندنا حوالي 20000 مؤسسه مجتمع اهلي لم تتمكن او لم تتقدم بطلب لتوفيق الاوضاع. طبعا المهله السنه دي هتدي فرصه لكل الجمعيات التي لم تتقدم من اجل توفيق اوضاعها حتى تعمل في اطار من القانون. كمان في حاجه مهمه جدا ان القانون طلب من كافه الكيانات اللي بتمارس عمل الاهلي دون ان تسجل نفسها في شكل جمعيه او مؤسسه ان هي توفى اوضاعها في ظل احكام القانون وتقيد وفقا لاحكامه بحيث انها تبقى لها صبغه قانونيه ورسميه داخل جمهوريه مصر العربيه. مفهوم. طب بالنسبه لو هناك جمعيات مثلا كانت بتشتغل في مصر بقى لها سنين او حتى عقود ومثلا ودلوقتي مع اجراءات توفيق الاوضاع ما تقدمتش توفيق اوضاعها، في الحاله دي بيتم اتخاذ ايه؟ يعني هل لو المهله انتهت السنه اللي انتهت الجهه الاداريه مطلوب منها حصر كافه الجمعيات والكيانات التي لم تقم توفيق اوضاعها طبق احكام القانون ورفع الامر للقضاء المصري القضاء الاداري لاصدار قرار بشان تلك الجمعيات لان القانون قال المؤسسات التي لم تقم بتوفيق اوضاعها يتم حلها من خلال حكم قضائي. مفهوم. لكن لازم حكم قضائي. بعد لازم حكم قضائي. طيب هل تتوقع انه مع مد المهله لمده سنه هنشوف ايضا مزيد من الجمعيات الاهليه او ممكن الارقام اللي حضرتك اشرت اليها دي تزداد خلال السنه القادمه لغايه المهله انتهاء يعني. بكل تاكيد لان يعني برضو احنا يعني لازم نشيد بمؤسسات المجتمع الاهلي اللي وفقت اوضاعها لان احنا تم اطلاق المنظومه الالكترونيه بشكلها الجديد في شهر ابريل الماضي وبشكل متكامل في شهر سبتمبر وبالتالي فال 32000 جمعيه اللي تقدموا في خلال المده البسيطه دي ده دليل على حرص كافه مؤسسات المجتمع الاهلي على التحول الرقمي وعلى الاستجابه للمطالب اللي نص عليها القانون واللائحه. فبالتالي انا نتوقع ان شاء الله خلال الفتره القادمه المؤسسات التي لم تتقدم البلغ عددها حوالي 20000 انها تسارع بتقديم طلباتها وعلى مهله زمنيه كافيه. احنا كوزاره التضامن هنمد ايدينا بالتعاون لكافه المؤسسات حتى تتمكن من سرعه توفيق الاوضاع وكذلك شغالين على المسار الاخر اللي هو تسجيل الجمعيات الجديده. عندنا اكثر من 3000 طلب للطلبات بالرغبه في ايقاد جمعيات جديده وتم بالفعل اتخاذ الاجراءات بشانهم خلال عام 2022. جميل جدا. طب تزويد العدد زي ما حضرتك اكدت. طب اسال حضرتك سؤال كمان بالنسبه لما يتعلق بالتحول الرقمي والموقع الالكتروني وازاي الامور دي هتسهل على سواء حضراتكم في الوزاره او حتى على الجمعيات اللي بتقدم مهله لتوفيق الاوضاع او بتقدم اوراقها بشكل عام حتى في المستقبل للتسجيل وكده. هي بكل تاكيد هي سهلت لان احنا لو بنتكلم بقول لحضرتك احنا اطلقنا المنظومه معالي وزير الاعمال في مؤتمر صحفي اطلقها بشكل متكامل في 14 سبتمبر الماضي وتسجل عليها اكثر من 32000 جمعيه خلال فتره لم تتجاوز الثلاث شهور ونصف. فبالتالي في فتره ده دليل على ان المنظومه لبت رغبات العديد من الجمعيات وكذلك سهلت ان احنا كجهه اداريه نقدر نتعرف ونقدر نحصر يوميا عدد الجمعيات اللي بتتقدم ونقدر نحصر يوميا الجمعيات التي لم تتقدم ونراجع كافه الخدمات الخاصه بالجمعيات. وخلال الفتره القادمه ان شاء الله المنظومه دي هتمكننا كجهه اداريه ان احنا نرصد كل تدخلات الجمعيات وانشطتها واسماء المستفيدين من خدماتها. فبالتالي اقدر اعلن الكف للمجتمع وكافه الشركاء والحكومه وجود المجتمع المدني. المجتمع المدني يساهم بقدر قد ايه بالظبط فيما يخص كافه الانشطه سواء انشطه تعليميه او صحيه او حمايه اجتماعيه ورعايه اجتماعيه. كل ده جهود هتقدر المنظومه الالكترونيه ان هي تقدر تطلع لي بيانات احصائيه اقدر اول باول اعرض جهود مؤسسات المجتمع المدني داخل مصر. جميل جدا. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الاستاذ ايمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعي. شكرا جزيلا ودي معلومات مهمه عن تعديلات في القانون وتوفيق الاوضاع بالنسبه طبعا للجمعيات الاهليه والمدنيه طبعا. واحنا السنه دي عام ايه المجتمع المدني ويمكن في معرض حديثه اشار له فكره انه كمان متوقعين في زياده كبيره في اعداد الجمعيات اللي بتوفق اوضاعها وتقدم اكثر من 32000
جمعية لتوفيق الأوضاع، في حين أنه عدد تقريبا الجمعيات الأهلية في مصر بيقترب من 52 ألف جمعية ومنظمة من منظمات المجتمع المدني. هنروح بقى الخبر الثاني، الامتحانات والمجلس الأعلى للجامعات بيؤكد الالتزام بالجدول الزمني لامتحانات الفصل الدراسي الأول، وكمان الخطة الدراسية للفصل الدراسي الثاني اللي المفروض يبدأ في 19 من شهر فبراير القادم ولمدة 16 أسبوع، على أن تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهرين يونيو ويوليو القادمين، وكمان وفق نظام كل كلية وطبيعة الدراسة الخاصة بها. كمان وافق المجلس خلال اجتماع اليوم بأسوان على إنشاء مراكز بالجامعات لاكتشاف المواهب والنوابغ في المجالات الفنية والأدمية والتكنولوجية والرياضية ورعايتها، وتعميم برامج محددة لتلبية احتياجاتهم وتنمية قدراتهم وتعزيز كمان الانتماء الوطني ليهم وتنمية وعي المجتمع بأهمية الموهبة والنبوغ والإبداع، وده بالتعاون والتنسيق مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. والصندوق ده كان تم تأسيسه من سنتين تقريبا أو أكتر من 3 سنين أعتقد، وطبعا بتعزز مؤسسات البحث العلمي في مصر، بيتم من خلالها تقديم زي حاضنات لكل الموهوبين عشان يدعموا مشاريعهم أو أفكارهم، وكمان أنه يعظموا من فكرة أنه ما يقدموه يمكن استخدامه في المجتمع. يعني لو حضرتك عندك فكرة لطيفة، عندك مشروع كويس ممكن يتحول لمنتج يستفيد به المجتمع، فهنا بقى دور الصندوق هنا في دعمك وتقديم نصيحة ليك ويقول لك السوق عامل إزاي وإزاي تحول كمان شغلك ده لحاجة موهبة جميلة. بالظبط. وعشان كده هم بقى في كل جامعة دلوقتي هيعملوا إيه زي المركز ده لخدمة الموهوبين بالتعاون مع مؤسسة البحث العلمي ومع الجامعات المصرية عشان يكون في دعم أكتر للنوابغ والمبتكرين. وده ابتدى في أسوان اليوم. بالظبط. النهاردة بقى قول لنا الخبر الجاي. خلينا برضو معانا خبر دلوقتي مع الأرصاد. كمان إن جو لسه برد وواحد مش عايز يخف. مش عارف انا وانت لسه زي ما احنا يعتبر كل شويه يومين ونتحسن لا بس احنا اكدنا موضوع كورونا كان من فتره اهو، ايه اللي هيحصل الفتره الجايه؟ فلازم كلنا عيانين الايام دي، بس طبعا هنظبط بالنا ونتعامل كاننا مشتبهين ونعمل طبعا البي سي ار او الرابيد تيست او مظبوط، يعني ناخد احتياطاتنا بالكامل طبعا. ان شاء الله نخف ان شاء الله. طب ان شاء الله خلينا دلوقتي نعرف من النهارده، اكتشفت هيئه الارصاد العامه ان هي في جو استمرار تاثير البلاد باجواء شديده البروده على كافه انحاء البلاد اللي بتكون هتستمر تاثير في البلاد، بيمر ارتفاع في درجه الحراره وكمان ضغط عالي في امتداد المناطق شديد البروده على شمال افريقيا، ومن المتوقع كمان متوقع ان تظل هيئه الارصاد ان الاجواء لمده اسبوع كامل تاني اسبوع القادم ان شاء الله. وديت هتكون هتتابع بسوء سود الطقس بشكل عام بقى، هيسود طقس بارد النهار شديدا. كامل، فتخلي بالك بقى طقس هيبقى برد النهار، برد النهار والشديد الليل، شديد البروده بالليل برودة. بيقول لك هيصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد. هنشوف بقى اللي هي ايه، ممكن شويه الهيل دول شويه البرد هنفهم هتعدي علينا كلنا. بالظبط بالظبط. ناخد الدكتور محمود شاهين مدير وحده التنبؤات بالهيئه العامه للارصاد الجويه، اهلا بيك يا فندم منورنا. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. يعني ما شاء الله ما شاء الله كلنا عيانين. ما شاء الله، يعني سواء كورونا او غير كورونا ربنا يلطف بالناس كلها. فاحنا عايزين نفهم هو احنا حاله التقلبات دي هتفضل لغايه امتى؟ وقول لنا حضرتك برضو اخر التطورات ايه بالنسبه للاسبوع ده. واخر التطورات بتثير الى استمرار تقصف جمهوريه مصر العربيه بالكتله الهوائيه شديده البروده القادمه من جنوب شرق اوروبا. وده اللي بدوره بتعمل على انخفاضات ملحوظه في درجات الحراره متوقعه العظمى خلال الايام القادمه حتى نهايه الاسبوع على الاقل من 13 14 درجه مئويه العظمى على السواحل الشماليه والوجه البحري والقاهره، و15 درجه و16 درجه على جنوب البلاد. فترات الليل درجات الحراره بالفعل منخفضه، انخفاضات ملحوظه، الطقس شديد البروده
بتصل في درجة الحرارة الصغرى إلى 6 درجات مئوية على سواحلنا الشمالية لجه البحر القاهرة، و5 درجات على محافظات شمال الصعيد، وتكون حوالي درجتين تحت الصفر في منطقة وسط سيناء خصوصا على مدينة سانت كاترين. تحت الصفر ها؟ ده في مدينة سانت كاترين فقط. بس ما تاخدش الموضوع تحت الصفر ده في القاهرة. فطبعا الجو ما فيش كلام شديد البرودة على مدار اليوم سواء في فترات النهار أو في فترات الليل. وفي عاصفة باردة في أعتقد في بيروت والشام اللي هي هبة دي هتأثر علينا. دي طبعا المصادر هي الكتلة الهوائية قارصة البرودة اللي درجات الحرارة فيها تتجاوز 10 درجات تحت الصفر. وده طبعا بتأثر علينا هذه الكتلة الهوائية، ولكن مرورها على البحر المتوسط بيحصل لها تعديل وتلطيف زي ما احنا شايفين بتصل لنا بهذه الدرجات. الحمد لله برضو يعتبر البحر المتوسط جاهز صد بهذه الموجات قارصة البرودة. نشاط الرياح اللي نشهده في بعض الفترات من النهار ده بيزود كمان احساسنا بانخفاض درجة الحرارة، يعني بيدينا احساس كمان ان درجة الحرارة منخفضة عن الحاجات الدرجات اللي احنا متوقعينها بحوالي درجتين كمان. فلازم احنا شايفين حضرتك الملابس الشتوية الثقيلة جدا شيء مهم جدا خلال الفترة دي. في تقلبات جوية وفرص سقوط أمطار من خفيفة لمتوسطة على مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري بكرة بإذن الله حتى نهاية الأسبوع. القاهرة بكرة فيها ولا؟ فيها بكرة حاجات خفيفة كده على مناطق متفرقة وعلى فترات متقطعة غير محسوسة لدى بعض المناطق. لكن مش أمطار كثيفة أو غزيرة يعني؟ لا بالنسبة للقاهرة ما فيش حاجة، فرص خفيفة لأمطار خفيفة السواحل الشمالية والوجه البحري من خفيفة إلى متوسطة. جميل جدا. والطرق وكده هيبقى في شبوره او حاجه برضو عشان الناس تاخد بالها؟ لا ما فيش شبوره، شبوره خفيفه جدا الصبح بدري، ولكن هي تقلبات بسيطه كده ده بيتسبب في ارتفاعات الامواج في البحر المتوسط. البحر المتوسط بالفعل مقترب وارتفاعات الامواج فيه بتتراوح من 3 متر الى 5 متر خلال ال 48 ساعه. مظبوط يا فندم. ايوه يعني معظم ان حركة من كلامك ان هي تقلبات بسيطه، بس امتى هنوصل لحاله مستقره؟ يعني عايزين نشوف الجو العادي بتاعنا. هو حضرتك الاستقرار ده ممكن نتكلم فيه بعد نهاية شهر يناير، لأن شهر يناير معروف أنه أبرز شهور فصل الشتاء في جمهورية مصر العربية. طبعا خلال هذه الفترة بيكون الجو شديد البرودة وفرص الأمطار زي ما حضرتك ذكرنا خفيفة المتوسط حتى بداية أو حتى نهاية الأسبوع. مع نهاية شهر يناير نبدأ نتكلم إن شاء الله على تحسن في الأحوال الجو. أيوة. احنا بنشكرك شكرا جزيلا. شكرا دكتور محمود شاهين مدير وحده التنبؤات بالهيئه العامه لارصاد الجويه، شكرا جزيلا. طيب عايزين نطمئن بقى ايه على المنتخب. طبعا طبعا احنا متابعين المسيره في كاس الامم الافريقيه. وطبعا نجحنا ان احنا نتاهل في الدور الثاني، لكن في بقى حاجه مهمه جدا تصفيات كاس العالم. فنروح بقى الخبر تاني مهم، والنهارده طبعا كانت قرعه الدور الفاصل في التصفيات الافريقيه المؤهله لايه لنهائيات كاس العالم قطر 2022، وكانت نتيجه القرعه على منتخبنا انه منتخبنا طبعا هيواجه نظيره السنغالي، وهتكون مباراه الذهاب على ارضنا ومباراه الاياب في السنغال. كمان المنتخب الوطني تاهل للدور طبعا الفاصل من تصفيات كأس العالم بعد ما حسم صدارة المجموعة السادسة في المرحلة الثانية برصيد 14 نقطة. وفي نفس الوقت منتخبنا بيستعد طبعا لمباراته القادمة في دور 16، بس المرة دي في بطولة كأس الأمم الأفريقية أمام كوتيفوار يوم الأربع اللي جاي إن شاء الله. طبعا احنا يعني تاريخ مبارياتنا مع السنغال دايما بتبقى مباريات قوية، والسنغال منتخب قوي كمان، كوتيفوار في كاس الامم الافريقيه منتخب قوي، واحسن حاجه ان المباراه اللي جايه هتكون هنا بالظبط. فان شاء الله دي تفرق معانا في الطلعه او البدايه في صالح منتخبنا. ولكن منتخب السنغال منتخب كبير ولازم نعمل له حساب، وان شاء الله هيكون الفوز من نصيبنا ان شاء الله. والتقينا بيهم كمان في كاس الامم الافريقيه كتير، وفي تصفيات كمان المؤهله لكاس العالم التقينا بيهم طبعا كتير، وان شاء الله ان شاء الله هيكون الفوز من نصيب منتخبنا الوطني. خلينا نروح محاضره البطوله ان شاء الله بقى نوصل ان شاء الله بقى لكاس العالم باذن الله ان شاء الله، ونحتفل جميعا حتى بالوصول الاول.
خلينا نروح حضراتكم لفاصل، وبعد الفاصل هنرجع نكمل مع حضراتكم بقية أخبارنا. خليكم معنا. كل المعلومات اللي عندنا كانت كده يا فندم، وصلنا للهدف بتاعنا. استدعي قوات طوال كان امر خدمه الساعه 5 الصبح جالنا، ودعنا اهلينا وطمنا عيالنا، رددنا قسمك يا بلادي بكل عزه، ما احنا اللي من باقي ولادك مكتوبه لنا. الصبح كان لسه يدوب اللي نوره، كان كل واحد مننا قايم قلب الوطن لوحد شرف والكل حياه يكتب ويثبت للوطن فيها حدود. عملية مش سهلة وعايزة قلوب عافية، ما يهزهاش ولا أي شيء في الدنيا دي، وإحنا إيماننا بربنا وبلدنا غالي خلانا قد القول وقد المسؤولية. إيد واحدة وقلوبنا كانت على بعضنا، والفرحة كانت باينة في عيننا كلنا. ما هو كل واحد فينا كان عارف أكيد، لا يعيش بطل لا يروح لجنة ربنا، لا يعيش بطل لا يروح لجنة ربنا. كل خطوة مننا كان صوتها كافي، إنه يقول للدنيا دي لازم تخافي. كان جنبي صاحبي وضفايتي في نفس المهمة، كان ظهره ليا وقلبه كان ساند كتافي. إحساسه شجعني وقوامي كتير، رغم سنه بس كان قائد كبير. رصاصه كان زي المطر ونشام وصاري، تسلم إيديك يا ابني اللي بتتلفف حرير. أنا شفت قدامي أسد كاتم جراحه، ولمحت في عيني وقتها حق اللي راحه. الله أكبر أحيا مصر لما قالها، كان صوته أقوى من رصاصي ومن سلاحه. وفي لحظة جات له طلقة في الجنب الشمال، والدم من قلب البطل على الأرض سال. نطق الشهادة وقال لي حق إخواتي جبته، غمض عيونه وضمني وعلى كتفي مالي. وصاني على أمه وقال لي أبوس إيديها، قلب ابتسامة في العين ومش ناسيها. شرف الوطن أغلى قوي من أي حاجة، سلم لي على مصر وعلى كل اللي فيها. مع السلامة يا دفعتي، روح للهنا في الجنة بيتك، واحنا هنكمل هنا. أنا اللي كان نفسي أنولها وأموت شهيد، لكني عشت عشان أجيب حقك أنا، عشان أجيب حقك أنا. اهلا بحضراتكم مره تانية، ومره تانية بنوجه كل التحيه والتقدير لرجال طبعا الشرطه البواسل في احتفالهم طبعا بعيدهم عيد 25 يناير. الكل بنحتفل فيه الحقيقه شرطه وشعب بهذا اليوم الفريد، واللي هو عنوان لتضحيات كبيره مستمره على مدار 70 عام، والعرض مازال مستمر لانهم رجال صدقوا مع عهد الله عليه، فمنهم من ينتظر نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قول يا فوتي. وعندك مثلا ان هم جيل بيسلم جيل، ان هو جيش ما بيقفش ولا الشرطه بتقف عند حد، طبعا الجيش والشرطه بيكملوا بعض. وان مثلا الشهداء يموتوا يجي جيل غيرهم، طبعا فاحنا عايشين في امانهم حقيقي بالتاكيد. خليني اقول لك كمان يا عبد الرحمن، احنا بنتكلم بما ان احنا انا شايف طبعا الاحتفال ب 70 عام طبعا على شرطتنا المصريه، اعتقد انه رقم مهم نتوقف عنده، وتحديدا في التوقيت ده. ليه نتوقف عنده؟ لان احنا لاحظين تغير في ما يتعلق بالشرطه المصريه وادائها، واعتقد انه رقم 70 هيكون عام ليه دلالات كتيره. لانه اولا يا عبد الرحمن لو بصينا هنلاقي اولا طبعا ما تحقق على مدار 7-8
سنين من إنجازات ومشروعات قومية مختلفة بنشوفها في كل حتة في الدنيا، في سيناء وفي الحدود وفي الصعيد وفي الأريف. شوف عندك في الثورة حصل إيه بالضبط. عودة حالة كتير. الاستقرار دي بعد حالة الهرج والمرج هي اللي ادتنا الفرصة ان احنا يبقى فيه مشروعات بتشتغل على أرض الواقع ويبقى فيه قدر من الأمن والاستقرار ده اللي يساعدنا في تحسين الأداء الاقتصادي. دي حاجة. وقدراتنا الحقيقة اللي عززناها طوال السنوات الماضية في حربنا ضد الإرهاب واكتسبنا مساحات كبيرة من الخبرة أصبحت كمان محل إشادة دولية، إن شرطتنا المصرية قادرة وخاضت معارك شريفة ونبيلة سواء في سيناء أو في كل حتة عشان نقدر يكون في أمن وأمان. خلينا كمان نتوقف عند حاجة عبد الرحمن وكنا بندردش فيها، إنه كمان حصل نوع من أنواع التحديث. إحنا بنتكلم دلوقتي عن شرطة عصرية في جمهورية جديدة، قوامها إيه؟ قوامها إنه يحصل عملية تحديث شاملة في الأداء الشرطي. يعني لما نيجي نشوف مراكز الشرطة كلها بتتطور، مديريات الشرطة كلها بتتطور، وشايفين افتتاح لمديرية أمن القاهرة ومديرية أمن الجيزة الجديدة لمصلحة الجوازات. إنه بيسمونه بدوت زي ما أنت قلت قبل كده. بالظبط. تطوير في المرور في المنشآت الشرطية شفنا تطور. النهارده اسم الشرطة أنت لما بتخش برضه هتلاقيه مختلف شوية، بقى في كمبيوترات أكتر، بقى في مراعاة شوية الأدمية والمتهمين وكل شيء تم تغيير كمان أشكالها. لكن هل التحديث ده بس حصل في المنشآت؟ لا، كمان حصل تحديث كمان في فكرة الموارد البشرية والقدرات البشرية، إنه كمان في قدرات بشرية قوية وفي تدريب دائم ومستمر لرجال الشرطة عشان نقدر نشوف الأداء والتميز ده. وفي كمان إيه عبد الرحمن، في تعزيز لفكرة بقى إيه الدور الإنساني للشرطة، فبنشوف ده من خلال مجموعة من المبادرات الإنسانية زي مبادرة كلنا واحد اللي بتوجه قوافل مساعدات غذائية ومساعدات كمان طبية ومستلزمات البيوت بس بأسعار مخفضة، أو القوافل الطبية اللي راحت الوادي الجديد أو غيرها من المحافظات الحدودية. صح؟ رابع حاجة بقى فكرة كمان الدور العقابي للشرطة المصرية، شايفينه بيتغير من خلال إعادة تأهيل السجون، دور رعاية على أكمل وجه واستعداد زي ما شفناها في وادي النطرون وغيرها، وإغلاق للسجون بعض السجون وتحويلها فيها طبعا لمراكز لإعادة التأهيل. ده كله بيدي بعد آخر طبعا للدور الشرطي في مصر. عشان كده بقى ما فيش أحلى من احنا نختم مع حضراتكم بفيلم المهمة، وشايف يكون ده تحية كمان لأبنائنا من الشرطة. وقلنا انه تاريخ طويل من النضال من معركة الإسماعيلية، والفيلم ده بيحكي طبعا أبطال وبطولات رجال الشرطة في مواجهة اليمين المحتل الإنجليزي. طبعا قصة معركة الشرطة اللي بدأت في صباح يوم الجمعة الموافق 25 يناير عام 52، حينما قام القائد البريطاني بمنطقة القناة البريجادير أوكسهام باستدعاء ضابط الاتصال المصري وسلموا إنذار بتسليم قوات الشرطية للإسماعيلية. لكن الشرطة المصرية رفضت، ثبتت في مكانها، قررت الدفاع عن مبنى المحافظة وقررت الهجوم والدفاع قصدي حتى رغم ما يملكه الجانب الإنجليزي من قدرات كبيرة، وحصروا المبنى بأكثر من 7000 تعديات علينا. بالضبط. كانوا بيضربوهم بالمدافع. أيوة. وكان الرد بالبنادق وبالفدائيين في ملحمة جسدتها الشرطة والفدائيين في منطقة طبعا قناة السويس والإسماعيلية. خلونا بقى نختم مع حضراتكم ونقول لكم طبعا نسعدنا بلقائكم النهاردة، ومرة تانية كل سنة وإحنا كلنا طيبين، أعياد يناير وأعياد الشرطة المصرية. وبشكرك يا عبد الرحمن، نورتني. شكرا لك يا أستاذ حسام، جدا جدا. أشوف أنا بقى وأنت يعني أختم معاهم، وهنروح بقى نتفرج على فيلم مهم. خلينا بس نتفرج على الفيلم دوت، ونشوفكم بكرة إن شاء الله في حلقة جديدة موضوعات جديدة، وإن شاء الله هنطمن حضراتكم بالأخبار اللي معانا بكرة. بس خلينا برضو أقول مرة تانية كل سنة والجيش والشرطة ودايما حاميننا ودايما مخلين مصر في أمان، كل سنة هم طيبين وفي خير وفي سعادة، ودايما يا رب تكونوا مخلين عيننا على مصر كده يا رب. نشوف بحركة فيلم المهمة ونشوفكم بكرة على ألف خير وصحة وسعادة. في مخلوقات كتير عايشة حوالينا،
ممكن نكون ما بنشوفهاش بعيننا المجردة. المخلوقات دي ربنا اداها قدرة على التخفي وسط الطبيعة. ساعات عشان تنقض على غريمها، وساعات عشان تدافع عن نفسها. أهو زي الكائنات دي في أبطال عايشة حوالينا تحمينا وتدافع عننا ضد أي خطر. ممكن نكون ما بنشوفهاش في حياتنا العادية، بس هم دايما حوالينا بيضحوا بحياتهم علشاننا، بيواجهوا الموت عشان نعيش في أمن وأمان. الهدف بتاعنا قيادة مهمة جدا في التنظيم، هو اللي ورا العمليات الأخيرة اللي حصلت في البلد وراح فيها ضحايا كتير من المدنيين. ظهوره في التوقيت ده بيأكد ان في عملية كبيرة هيقوم بها التنظيم. زي ما حضراتكم شايفين المنطقة فيها بيتين، تحرياتنا أكدت ان البيت الأول مكان لتجهيز المتفجرات، التاني فيه عناصر جاهزة لتنفيذ تفجيرات وعمليات إرهابية في أماكن حيوية في نفس الوقت. احنا عاوزين الراجل ده، عنده معلومات كتير محتاجينها. مجموعة البلاد كوبرا جاهزة؟ جاهزة يا فندم. وقوات الدعم؟ جاهزة يا فندم. يا رجالة احنا الحق المبين، الخوف ملوش مكان في قلوب مصر، امانة بين ايديكم. جاهزين يا رجالة؟ جاهزين. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن محمدا رسول الله. كلمة عليها نحيا، كلمة عليها نحيا، وعليها نموت، وعليها نموت، وبها نقاتل في سبيل الله، وبها نقاتل في سبيل الله، وعليها نلقى الله، وعليها نلقى الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أول ما تخلصوا هتلاقونا في ظهركم. تمام يا فندم. توكلوا على الله. أريدك تتفكر شو وعد ربك المجاهدين والشهداء من المراتب العلا. اليوم رح تصير عريس في الجنة، صلي الفجر مع النبيين والصديقين. أريدك تكبدهم أكبر قدر من الخسائر، فدماءهم حل لنا.
عم تتقدم اسرع. أشيله من فوق وش الأرض. حياتنا الطبيعية اللي بنعيشها كل يوم وراها قصص وبطولات محدش بيشوفها لرجال اختاروا ان حياتهم ما تبقاش طبيعية. أي حاجة في الحياة، المهم وقت ما بلدنا تنادينا صوت نداها أمر ده ما فيش شيء معاه يكون مهم ساعتها أو غالي علينا. المهم إن المهم أتم حالا وبنجاح، مش مهم ساعتها مين هيعيش ومين في الجنة راح. المهم إن المهم أتم حالا وبنجاح، مش مهم ساعتها مين هيعيش ومين في الجنة راح. المهم والأهم لينا وخلصت الكلام، أهلنا وبلدنا يبقوا كل ثانية في أمان.